لان هذا ماشي هو اول نشاط اللي كتقوم به، عندها عده انشطه اللي الحمد لله انشطه فاعله اللي كتمس واحد الشريحه كبيره من 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 المواطنين القنيطره، وخاصه ابناء ديال المدينه القديمه حي الملاح. تبعنا معهم واحد مجموعه ديال الامور في اعاده تاهيل وتهيئه السوق ديال المعموره. الان كنشوفوا حفل اعضال لجماعي، الحمد لله استفدوا منه واحد مجموعه ديال الاطفال ديال ابناء هذه المدينه. حضورنا هو اولا دعم لهذه الجمعيه اللي الحمد لله في وقت وجيز مر التاسيس ديالها تمكنت انها تمس واحد الشريحه كبيره من المواطنين، خاصه المواطنين اللي كيعيشوا الهشاشه في هذه المناطق. وهذه مناسبه كذلك باش نشكر الموقع الرائد ديالكم كينيترا 36 اللي دائما كيواكب بحال هذه الانشطه اللي انشطه رائده في الساحه القنيطريه. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكر السي الحاج مصطفى على هذه المبادره الطيبه الانسانيه التي تتمثل في هذه عمليه الاعذار لفائده الفئات المعوزه، نيابه عن باقي اعضاء الجمعيه واطرها ومصورين الاخوان اللي شاركوني وجاوي ازروا هذ الاخوان في هذه المناسبه السعيده. كنحيي جمعيه اغراس على هذا العمل الاجتماعي النير وشكرا. Mira Chourag, docteur en économie, professeur de la matière. عضوانا نشطة في الجمعية ديال أغارس اللي الحمد لله اليوم حاولنا أننا نحقو مبدأ أو هدف صغير ما بين الأهداف الكبيرة اللي عندنا إن شاء الله لنحقوها في المستقبل. كنشكر الطاقم اللي سهر على هذه العملية حتى تتم بسلام، كنشكر الأمهات والصبر ديالهم معنا، كنشكر التلاميذ ديالي اللي ساهموا حتى هما أعضاء هنايا. الحمد لله حنا الجمعية كتحاول تدخلكم أديغون لي بيغسون اللي هما عندهم الكفاءات وعندهم داك ليسبري ديال المساعده ديال الاخر، والحمد لله اللي تم كل شيء على خير وبخير، وكنشكركم على هذه التغطيه. وكنشكركم على الحضور ديالكم. حنا فرحانين بهذا الاحتفال اللي قمنا به لبعض الاطفال اللي هما في العائلات ديالهم محتاجين بعض العون وبعض المساعده. وكنظن بان هذا الحفل هذا داز في جو مريح، جو ابهى يعني يليق بالمستوى ديال الاطفال، يعني بحيث انهم خليناهم ما يحسوش بشي نقص من ناحيه الاحتفال. يعني كانت هناك جوائز، كانت هناك البسه، كان هناك تكريم، كاين يعني جميع الامور اللي هي لازمه كانت درناها قمنا بها. وكنظن باننا الحمد لله كنا في المستوى، ونطلبوا من الله تعالى يكون هذه البدايه لواحد لاعمال اخرى اللي تكون جايه ان شاء الله في الطريق. شحال عدد المستفيدين ديال الاطفال اللي تم الاعداد؟ تقريبا 30 واحد. 30 واحد ديال المستفيدين اللي استفدوا من الختان. شنو واش استعملوا غير هذا الحي؟ لا جميع المناطق. وبالنسبه للتكريمات؟ التكريمات هناك تكريمات للاطر ديال الطب، ما فيهم الطبيب الجراح والممرضات والطبيب ديال المستوصف والماجور ديالهم حتى هو، وبعد يعني الناس اللي ساهموا معنا في هذا الحفل. بالنسبه لهذه المبادره واش هي سنويه ولا موسميه ولا؟ هذه موسميه، يعني الوقت اللي كنجمعوا واحد العدد ديال سميتو نقوموا ان شاء الله بعمليه الختام.
تبارك الله عليكم. بالنسبة للجمعية فاتية ودير تبارك الله نشاط بهذا الحجم ما شاء الله عليهم بجهود ذاتية، زعما كنشكرهم تفكروا في هاد الوليدات هادو، واخا 30 طفل ماشي عدد كبير ولكن راه كافية تبارك الله بالنسبة للحي بحال الملاح ما شاء الله عليهم. هادشي اللي غادي نقول ما شاء الله عليهم. وكنشكر انا الثابت اللي قال لي، انا راه كاع ما كان مخبري بهاد التظاهره هادي ديال هاد الحفل الختان. كنشكر عبد الكريم الثابت اللي قالها لي، قال لي انتم ولاد الملاح وما عندكمش الخبر بهاد هذا، يلاه معايا. انا جيت معاهم والله العظيم الا تفاجات، تبارك الله ما شاء الله تنظيم رائع. كنشكر المسؤولين بعدا على هاد ولجنه منظمه.